كنقرا في الثانويات الاهليه بن حزم، كنقرا في اولى بكالوريا. هاد الدريه اللي ضربتني راه كتقرا معايا، وطرا بيناتنا نقاش غير في الجروب ديال الواتساب ديال القرايه، وهي طعناتني، جاتني على غفله قدام مؤسسه مع 12 ونص، هي اصلا كانت كتهددني وانا ما قريتش دوك لي زوديو اللي كانت كتهددني فيهم. فكنطالب بحقي حيت ضربتك. عاودي لينا شنو يعني كنت خارجه مع الباب، وهي كانت سبقاتني حيد الطابليه ديالها، وجلست كتغوت وكتعير، جا شدتني من شعري وضربتني في وجهي. ديك الساعه دخلت ديريكت كنجري للمؤسسه. الحمد لله الاساتذه والتلاميذ الحراسه العامه عطوا على الاسعاف. جات هذيك الساعه داوني السبيطار مولاي عبد الله، ولكن ما عاملونيش مزيان، بقيت 3 سوايع وانا كنزف، ما بغاوش يخيطوا ليا. 3 سوايع ما بغاوش وملي خيط بلي بغاو يخيطوا ليا عطوني غير لي ستاجير. ومساكن كانوا كيطلبوا مني السماح حيت هما ما غاديش ليا شي خياطه اللي نديرها، حيت كانوا كيجيو عندي داك الطبيب ديالهم كيقول لهم وسعوا الغرزات، ما تخليهمش ما تقربوش، واش حنا غنباتوا هنايا الفاصمه، صغروا البركه من الفاصمه. قالوا لهم شو مسكينه اش داروا لها؟ قال لهم عادي، راه غيكون هما هي دارت لهم شي حاجه، راه هما ما غايجيوش هكا وغايديروا لها هكا. انا غرق وز دمي وهو كيتشفى فيا. شنو السبب اللي خلى هذه البنت انها يعني امام المؤسسه التعليميه انها دير هذا الناس؟ ما عرفتش، حيت هي اصلا كانت ديما كتجيب صداع مع الناس ديما، ما عرفتش انا علاش. شي مخدرات ولا ما نكذبش عليك، ما عرفتش ما عرفتش انا واش كدير. شنو حاله طبيعيه انت ملي ضربتك؟ واش كانت هي حاله طبيعيه؟ ما عرفتش، حيت انا غفلاتني ديك الساعه، دخلت قرات معايا عادي وخرجات. كتقراو الاولى بكالوريا؟ كتقرا معايا في نفس القسم. كانت عندنا ماده على الرياضيات. يعني خرجتو من بعد الفرد؟ من بعد الفرد حتى كتفاجئي بانها كيفاش ضرباتك وكيفاش؟ ضرباتني بزازوان، ما حسيتش براسي ديك الساعه، حتى جاني نزيف وانا عندي فقر الدم، جاني ديك الساعه نزيف. ديك الساعه دخلوا المؤسسه دخلات، عطات لي على لومبيلونس جات شازاتني. انا راه بلي خيط في سميشو محمدي ما خيطوش ليا مزيان، خلاو ليا الدم لداخل تكبد لي على العرق، وانا ضرب ليا العرق. يعني بلي مشيت ارجون العشرين غش عن داروا ليا العمليه، سرقت من 11 ديال الليل حتى 3 الصباح عاد خرجت. وعندي غير في الضربه الفوقانيه عندي فيها 48 غرزه. 48 يعني راسك كامل هكا حلاتو امام المؤسسه. راه مقيوس ليا العرق، ودابا عاد غنمشي ندير سكانير على العرق، عاد مقيوس ليا حنكي وحده عيني. الحاله الماديه ديالكم نتوما يعني واش يعني باش تحتفظوا بالوجه ديالك؟ ما كان لا ما عندناش ما في استطاعتكمش انكم حيتاش العمليه مكلفه بزاف. انت يعني حيت ضربه كبيره شاده ليا من راسي الفوق حتى الحنكي. شهور يعني باش تقرا؟ يلا باديه وبغى نخدم وبغى نعتق والديا، ورزاتني في صحتي هكا ورزاتني في حياتي، حكمت عليا بالاعدام بهذا الشيء اللي دارت ليا، ورغم ذلك باقا ما تشداتش هذا الشيء راه بزاف. قولي لي درتوا شي كاي للدرك الملكي؟ درنا شي كاي للدرك الملكي. اييه جاو هنا عاين وهنا امام؟ لا ما جاوش. لا ما جاوش للدرك الملكي. علاش مشيتوا للدرك الملكي؟ مشينا تقريبا تضربش حتى جيت من السبيطار. جيتي من السبيطار؟ قالوا لي سير بدل حويجاتك حيت شافوني كتعامره دم. نعم. وديك عاملوني مزيان يعني. قال لي سير. لا جماعه الشلالات. جماعه الشلالات صافي، وعاملوني مزيان تمشي للدار بدل حويجي عاد رجعت عاد خذوا الاقوال ديالي. خذوا الاقوال ديالك؟ تصنت ليا. يعني قلتي لهم راه معانا عاودت لهم كل شيء من الاول حتى الاخر. شنو داروا؟ شنو هما اخر اجراء داروا دابا الدرك؟ كانوا كيقولوا لي جيبي لي غير سميشو غير شهاده طبيه. جبتي شهاده طبيه؟ شهاده طبيه ديتها للوكيل الملك محمديه، دفعتها للمحكمه وصافي. اللي جبت لهم هنايا النسخه ما قبلوهاش ليا، قال لي صافي تنتسناو ابيل مع عند الوكيل الملك. حيت مشيتي درتي؟ حيت الطبيبه وكل شيء قال لي عطوني فيها شهر. شهر؟ 30 يوم. عاد عندي تقارير ديال 20 غش، وعاد عندي اوراق حدا اخرين ديال سميشو ديال محمديه، السبيطار اللي كاين في محمديه. شنو كطالب اليوم؟ كنطالب بالمسؤولين يوقفوا معايا باش ناخذ حقي من هاد البنت، راها باقا ما تشداتش من نهار الاربعاء وباقا ما تشداتش. كنطالب بالمسؤولين يوقفوا معايا، راه نفسيتي تاثرت بزاف، وليت كنت غنتبع مع طبيب نفساني. لا طردوها. الطرد لان دارت شي حاجه. دارت راه كانت مازال باغا تضربني، غير هربت وجهي ودخلت للمؤسسه كنجري. هذا عنف مدرسي امام؟ محاوله قتل. محاوله امام المؤسسه؟ اه. شنو قال لك المدير ديال المؤسسه؟ المديره واقفه معايا.
مسانداني حيت هي ما مساكن كلشي داز على عينيهم هما اللي عاونوني وما نعيطوا على الولي الامر ديالي وداك الحراسه العامه مسكين كيعيط على لومبيلونس شحال من حاجه يعني والاساتذه كاين اللي حيد كاع حوايجو باش يسد لي النزيف يعني وقفوا معايا كيدير يعني الاجواء امام المحيط ديال المؤسسه واش كاين شي دوريات كاين شي الصراحه ما كنشوف لا دوريات لا والو امام هنايا امام ما عمر طرا عندنا هادشي اصلا عمر اول مره كيطرى هادشي عندنا في هاد المؤسسه حيت اصلا هي يلاه باديه اول عام هادي كنطلب من الدكتور تشازي دخل في الحاله ديالي ويعتق لي الوجه ديالي حيت راه تشوه بزاف وانا يلاه في عز شبابي يلاه في عمري 17 عام باقا ما شفت ما تشوفش ومازال باغا نخدم ونعاون عندي امتحانات ما بقيتش كنحضر ليهم اصلا حيت عندي شهاده طبيه في 20 في شهر شنو قال الوالد ديالك الوالد ديالي باقا لحد الان مصدوم ما عارف شنو يدير الوالده ديالي انا اصلا ما كانتش ما كنتش باغا نقول لها انا راه كنت كنزف في السبيطار وكنت كنقول لها راني ما مريضه ما والو راه ما مضروبيش صونيت لها باش ما تجيش عندي حيت كانت هي خدامه في حدا محطه ولاد زيان جات عندي حتى المحمديه لا هي مريضه عندها السكر وعندها طونسيون ما خلعتهاش عيط لها ديك الساعه واخا كنت كنزف عيط لها قلت لها ما عندي والو بلا ما تجي كنقول لها اختي شنو درت لك تترزيني في شبابي هكا شنو درت لك تنخيط 48 غرزه غير في ليله ما ندويش على الصباح بلا بنج شنو درت لك اختي تترزيني بحال هكا شنو درت لك شنو السبب وامام مؤسسه شنو درت لك اختي شنو درت لك شنو درت لك كنت عامل شي هكا شنو درت لك حكمتي عليا بالاعدام بحال هكا شنو درت لك لا صغر مني زيد في 2006 ما قالتش لي انا راني مضروبه قالت لي عندي غير عين شاف وجهي ما قالتش لي مضروبه صافي ما قالت لي انا غادي نجي للدار انا وبابا صافي انا كنا في خدامه خدامه في الحمام في ولاد زيان محطه ديال ولاد زيان حدا تكون خدامه غير صحاباتي اللي جمعوا لي حوايج وداك الشيء صافي وعاد هو عيط لي الدري الصغير ولدي قال لي يلا ماما رجعت عندي دريه قالت لي اختك وحده ضربتها وحده بزيزوار الوجه صافي طحت ونط تهزوني على صحاباتي اللي معايا وداك الشيء كتشوفي بنتك دابا في هذه الحاله هذه مسكينه لا اله الا الله بقات فيك 100 ريال ما كتنعش كتنعسيش امي كتنعش هي ما كتنعش هي ما كتنعش عندها فقر الدم وكتسخف وكل شيء هي ما كتنعش لا اله الا محمد رسول الله اش غنقول لك انت البنت علاش دارت لي بحال ما سوانا دعينا الله هادشي اللي غنقولو هادشي اللي بغينا عليها هي ما بغيناش شي واحد اخر تعلمت بنتي ما كتنعس لا ليل لا نهار ما تاش كتاكل يا ميمتي واش عندك باش تصوبي لها وجهك ما عندناش حنا ناس على قد الحال اول مره كنشوف هاد الحاله ما كنتش معنيه بها ما كنت بغيت نتخيلها ما كنعس لها لا هي ما كنعس لها لا هي الوجه ديال البنت يعني الوجه بنتي ما تعوضش من نهار الاربعاء ما داكش النعمه ما بغاش تاكل هذا بنتي نطلبوا من الناس يعاونوا بنتي حتى حنا على قد الحال نطلبوا الدكتور تازي الله يرحم ليه الوالدين يشوف من حالنا حنا ناس على قد الحال هادشي اللي كاين هاد بنتي تصدمت دابا اربع ايام ومصدومه بنتي مع الساك عاد عندي تعرى على وجهها هي عام غطا ومديره لا تعرى على وجهها اش غتقول مسكينه كانت تقرا هي مسكينه كانت تقرا انا في المدرسه خارجه من المدرسه ضرباتها هادشي اللي كاين بغيت الامن ما واش في محيط مؤسسه ما كاينش ما تيدوروش هنايا ما كاين واش غيدخلوا غيبقى يدخلوا مع حتى القاسم اللي مخرجه من القاسم القاسم اللي مخرجه ماشي لهاد البنت اللي دارت هاد المشكله شنو نطلبها من يشدوها قبل ما دير شي واحد اخر تا هو هكا مشيتوا للدرك الملكي دابا درتوا شي كاين الوكيل الملكي درنا الوكيل الملك باقا ما هاد البنت ما باقا ما تشدهاش قال لك الجندارم مشيتوا على الوكيل الملك صافي حنا خرج لينا الدوسي منه ما داروا حتى شي حاجه انا باقي اخر اجراء قالوا لك الطرق الملكي شنو قال لك صافي تسني من الوكيل تسني من الوكيل الملكي شنو غيدير معك هادشي شنو خاصه مراقبه المراقبه ما كايناش التلاميذ كاين اللي كيدخل كاين اللي ما كيدخلش انت تجي على خفجه تلقى الرام هنايا واش هادوك اللي ما كيقراوش ليش كيجيو هنايا السلطات كاينه هنا تكدير العمل ديالها هنا امام الوزير الله اعلم انا عكاريه انا كنسكن جيت البحر عكاريه هنا ما كيبانش ليا هنا الامن ما كيدورش ماشي بحالنا اللي حنا كنا عفكاريا وكان كيدور عندنا وعاد هنايا حنا مني شناها بقى فينا الحال كيفاش الزيزوار تدخل وحده دريه للمؤسسه هذا ماشي مشكل ما فهمتش واش هادو جايين يقراو ولا شنو جايين هادو متشردات الحقيقه هذا متشرده هذه ماشي جايه تقرا هذه هادي والديه اصلا خاصهم تربيه ما خاصهاش هي تربيه
باش الدريه تجيب زيزوار المدرسه. هذه مدرسه، قول لي بيني وبينك واش مدرسه؟ ماشي مدرسه بزاف. من درك الدريه بيني وبينك هي براس هذاك السيكاتريش، باش غيناديوها من غير يشوفوا المجتمع؟ باش غيناديها؟ اش غيقولوا لها؟ ارحم لك الوالدين. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.